باش نحكيو على الانتخابات الرئاسية القادمة طبعا اللي تم الحسم في الموعد متاعها وهو خريف 2024. في صورة ما ترشح رئيس الجمهورية قيس سعيد كمواطن تونسي، هل ستعطيه صوتك ولا؟ هل عندك شك؟ هل عندك شك؟ صوتي ما عنده وين ماشي، السيد الرئيس ولد حومتنا ورئيسنا وما جاش خوه في العالم العربي. أول حاجة علاش؟ أول حاجة الانتخابات الرئاسية باش يوريك اللي رئيسنا راهو عند الموعد نتاعو في كل شيء. قال لهم 2024 سي 2024 انتخابات، لا زاد كيما ما غير ما نذكروا الاسامي، هاو عام وهاو عامين لا حد شيء، في اكتوبر موعد انتخابات. ما عندكش حتى شك، الشعب الكل، الاحياء الشعبيه كلها، الشباب الكل ماشي للاستاذ قيس سعيد. فماش نقاش، لانه الرجل المناسب في المكان المناسب، لانه الانسان العربي الوحيد، الرجل الوحيد اللي وصل لعمل الاجتماع من 3 متاع الليل بالقيادات متاع الدولة على خاطر غزة وفلسطين، ونعتز بالموقف التونسي ونعتز بالرئيس متاعنا ورانا معاه حتى للموت. نحن كما يقولوا مع استمرارية الرئيس الحالي، لأنه يبدو لي في مشروع القضاء على الفساد، فهمني؟ ولكن يلزم يكون عنده برنامج واضح ويكون أكثر وضوح ويمشي للعمق، ويكون معناها عنده برنامج خاصة للشباب، ويواصل في سياسة معناها القضاء على الفساد اللي قاعد ينخر في الدولة. للأمانة فما نوع يعني من القطيعة مع العشرية السوداء، هذه الحاجة الإيجابية اللي كانت موجودة مع قيس سعيد، لكنه تنقصه بعض الحنكة السياسية، ولابد انه يطرح او يعالج القضايا الاساسيه وهي القضايا الاجتماعيه. نعرفوا اللي الشعب التونسي اصبح يعني في حاله من الياس، حاله من الياس، كتشوف معناها بعض كما يقولوا فيها الوجوه البائسه الموجوده لهنا، وهي نتيجه معناها تراكمات لسياسات فاشله، فهمتني، وحكومات معناها كانت بمثابة السكين على هذا الشعب التونسي. شوف فيه الرجل المناسب في المكان المناسب، اللي هو معناتها إنسان يخدم في الدولة وقاعد يقوم بالواجب متاعه، أما خسارة، فما حاجة بيزار نلاحظوا فيها ونشوف فيها في وسائل الإعلام الكل بصفة عامة، لكون الرئيس قاعد هو اللي يهبط سير تيران. معناتها الرئيس هو اللي قاعد يباشر في كل المهام متاع الدولة، معناتها الوزراء كي نجم نحيهم يخليه مع الكوتي يولي موضوع آخر، يولي يهبط هو سير تيران وانكهو، كما شفنا في ساحة باسير قام بالواجب، فهمنيش ولا، وبارك الله فيه. الوزراء كصورة وصورة شكلية وبرا، ما همش قاعدين يقوموا بالواجب في كامل تراب الجمهورية بصفة عامة، نحكي لك من عنتها من شمال لجنوب. ولهذا أنا مع الرئيس معاه 2000%. اليوم فما شكون يقول لك أنه الانتخابات الرئاسية ستكون شكلية باعتبار أنه ليس هناك منافسين لرئيس الجمهورية قيس سعيد، يقول لك حط المنافسين وكل متاعه في السجن لأنه خايف على روح. يعني منافسين التفتيفة الخماو كبير الكهنة، الأخرى عزيز تستوت فلوس الإمارات، إشكوت انا واحد من الناس كي نقدم روحي للترشح يقبلني القانون. شكون اللي قال له ليه الرئيس ما ترشحش؟ شكون؟ الخماو كبير الكهنه، التجار الدين والعباد مش ترشح معاها ما غير ما نذكر اسمه، التو مقرفين معاها كلهم. شكون؟ الاخرى الزغراتة، شكون اختي؟ فما انسان نظيف وحطه في الحبس الرئيس؟ مهم السجناء سياسيين، نعاود يا شعب تونس، راهم مهم السجناء سياسيين، سجناء متاع السرقه، متاع التفتيف، متاع الكعكه قسموها. ساعة فيهم واحد كان وزير شو تقول فيه عمره 8 شهور، منين؟ ناس عملت ثرويات، هذيك باش ترشحوا؟ الشعب رفضهم والدين رفضهم والقانون رفض، أما أي إنسان آخر نزيه وشريف باش يترشح يتفضل، اللي جابوا صندوق صحة وفرحة، راهو أي تونسي عنده الحق في الترشح على الانتخابات الرئاسية، المجالس المحلية ترشحت، أما هما بغاية الأجنبي لا، نحن رافضين أي تدخل أجنبي في بلادنا، نحن أدرى ببلادنا، نحن الانتخابات الحمد لله الهيئة أعطت موعد سي غدا تتشكل المجالس المحلية وربي يوفق. المجالس المحلية راهي حمل ثقيل، راهي باش تكون الحياة الديمانيكية متاع الأحياء الشعبية، متاع صوت الشباب البطال والشابة البطالة، هذيك الحياة.
راهو السيد الرئيس عطاه موعد، انا وموعد عطاه الرئيس وما كانش فيه عند وعده معاه. 25 جويلية كي خرجنا انا موقف ليلتها في المنطقه نتاع المنيهله، كان ما خرجش السيد الرئيس المقرات نتاع حركه النهضه تحركت الكل تلفقت، لاني هبطت وهزيت تصويره الرئيس ولاني مع الرئيس ونفتخر به اللي بكونه ولد حومتي، ونعتز ونعتز اللي بكونه فما رجل وطني ونزيه. مستحيل. تعرف علاش؟ خاطر ما همش ناس نظاف بصراحه، بصراحه ما همش ناس نظاف، ناس تخدم تحت الطاوله، ناس يخدموا بالمحاباه. كما قال هو، قال مره هو ذكرها في خطابه نتاعو، قال ماركه يمشيوا للعباد يعطيهم كيلو سكر ومقارونة، كيما عمل شو اسمه هذاك اللي هارب تو القروي. منافس هو الحقيقه، معناها نشوفوا اللي اليسار التونسي بعد شويه على الساحه، نعرفوا معناها المشاكل اللي يعاني معها والتفكك اللي يعيش فيه اليسار التونسي، ربما حبينا لو يكون معناها موجود، انه اليسار مهم يكون في المشهد السياسي. نعرفوا اللي اليسار معناها عنده افكار لكنه للاسف معناها تفكك في اغلب معناها الاطراف نتاعو، فما خلافات معناها عميقه في صلب، ونحن نتمنوا معناها انه تكون فما ارضيه مشتركه وعوده اليسار معناها اللي يكون في المشهد، لانه اكيد جد راهو اسمع الشعوب، راهو نعرفوا معناها حتى في امريكا اللاتينيه وغيره، وحتى في الثورات معناها اللي في افريقيا قدوها يساريين، ناس تحمل معناها مشروع اجتماعي معناها اشتراكي. اليسار لازم يكون موجود خاصة في 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 شخص معناه شباب، ونحكيو على اليسار الشباب اليساري معناه من شباب اليسار، يزينا من الوجوه اللي كانت معناها موجودة واللي ما مش معناها نقصيو فيها، ولكن لازم تخلي فرصة طبعا الجامعة معناها كانت معناها مليئة ومعناها تعج بالشباب اليساري الحامل المباني، إن شاء الله نشوفوه معناها موجود على الأقل، معناها يكون معناها قائد للبلاد هذه، وما يلزمناش نحتقروه كثقافة الاحتقار متاع الشاب وغير قادر باش يكون، يدي لازم تتنحى. دي توماس سانكارا قائد ثورة في إفريقيا معناها في عمر معناها الأربعين وفي عمر الثلاثينات، تحكي لي لازم الشباب يبادر اليوم، نعطيه فرصة باش ينجم يغير، لأنه أمامنا فرصة، نحن توا أمامنا فرصة. أنا انتخبت في حياتي كاملة في تونس، في حياتي كاملة مع عمري توا بريسك 43 سنة، في حياتي كاملة انتخبت مرة واحدة اللي هو قيس سعيد، ومشيت على خاطرة تنقلت من ولاية لولاية، خاطر جا الصوت متاعي في الفترة اللي فاتت في بلاصة أخرى، ومشيت صوتت على خاطره، فهمني شو. لكن علاش الثقة هذه كل في رئيس الجمهورية والمساند هذه؟ إنسان نظيف بصراحة، انسان تحسه زوالي، يحس بالشعب ود الشعب. انت تصور، انت تلاحظ في حاجه، كل 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 حاجه يعملها باش يمشي للبلاصه، مثال معمل سكر ولا اي بلاصه مشى لها في تونس، ولا باستير هذيا مشى وعنده دوسيات في يده، ودوسيات معبيين زاده، مش معناتها كلاسير وبرا، دوسيات معبيين. لكن الحاجه الباهيه في الرئيس هذيا، صدقني معاه ثلاثة أربعة خمسة من الناس وزراء صحاح، معناتها كي يهز تليفونه يكلم، معناتها البلاصة هذيك راهي سي بون، صدقني باش نوصلوا بتونس في القمة إن شاء الله. قيس سعيد ومعناها حراك 25 جويلية معناها كان في مصلحة يعني، أو نجم نقولوا أنقذ ما يمكن إنقاذه، لأنه نعرفوا الحالة اللي وصلت لها البلاد في عشرية السوداء وسياسات معناها الإسلام السياسي وتحالفها مع الإمبرياليات الموجودة في البلاد، و و و ورينا معناها تغلغلها في الإدارات التونسية في القضاء التونسي، و إذا معناها قيس سعيد نجم نعطيه فرصة، لكن شريطتها معناها لابد بيكون فما برنامج واضح ويكون معناها عميق في طرحه لقضايا ومشاغل شعبه، لابد أن يتحسس مشاغل شعبه، وهذا معناها يتطلب العديد والعديد يعني من يعني نخرج شوية من كل الشعبوية، وبالحق نطرحوا قضايا متاع الشعب هذا، وكيفاش نخلصوه من أزمته، عنده أزمة يعني اجتماعية كبيرة يلزم نخرجوه. أحيانا ما كل الحاجات معناها زايدة، فالشعب هذا يتألم وشعب معناها تشوف الشباب قاعد معناها يشوف في قاعد معناها يمشي للمجهول آخر، من مجهول لمجهول آخر، ومعناها ويمشي في البحر وكذا، فهمتني؟ لازم فهمتني محاسبة ساعة، نعم
يحاسب الناس اللي معناها أضرت بهذا الشعب واللي أجرمت في حق هذا الشعب محاسبة معناها تكون علنية. لابد أن الشعب يشوف فما محاسبة ويشوف فما تغييرات فهمتني جذرية وواضحة معناها، لأنه بالحق الأمر قاعد يزداد سوء، الأمر قاعد يزداد سوء والشعب معناها قاعد يزداد فقرا وفما ناس قاعدة تزداد غنى. الرأسماليات هذه مش معناها نحن نحكيو في كلام فارغ، فما ناس معناها استغلت معناها الظرف الموجودة في البلاد فهمتني وازدادت غنى على حساب معناها الشعب التونسي، لأنه يعني الدولة هذه والشعب والأرض هذه ملك شكون؟ ملك شعبها، ملك شعب. لابد أن تعاد هيبة الدولة التونسية، إذا لابد باش نكون عنده فرصة أخرى ونواصلوا في الاستمرارية تشريك الشعب التونسي، تشريك الشباب التونسي في إصلاح، ليس فقط إصلاح بل إنه فما عادش نحكيو على إصلاح، راه إصلاح الترقيع وسياسة الترقيع هذه ما عادش تم. لابد من تغيير جذري راديكال، ما فماش تغيير جذري يهز البلاد لبر الأمان. راهو فما يأس كبير، راهو فما بؤس، إن شاء الله يوصلوا معناها الرسالة هذه. هو كان أستاذنا في كلية 10 ديسمبر معناها جوريديك، فهمت إنسان معناها هادئ، لكن الهدوء هذاك ما يلزمش يكون معناها يكون أكثر معناها قوة، أكثر شجاعة، ويكون معناها في حامل لمشاغل شعبه، فهمتني، حامل لمشاغل شعبه، لأنه نعرفه معناها إنه الناس اللي غيرت والشعوب التي تغيرت اللي كانوا حكامها معناها متحسين لمشاغل شعبهم، وكان فما عندهم برامج واضحة تمس يعني المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيره وغيره.